كانش لازم تسيبيه يسافر لوحده ابدا. حاولت يا نور لكن مفيش فايده. على الاقل كان يستناني لما ارجع من الكليه، كنت رحت معاه. ما عندكيش فكره، اول ما جاله التليفون النهارده الصبح لبس ونزل في 10 دقايق. وبعدين طب يبات هناك، لكن يسافر ويروح ويجي في نفس اليوم، ده مش معقول. وبعدين يا عالم ايه اللي حصل هناك. بابا. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على السلامة. كده برضو يا بابا، ده اتفقنا. اعمل ايه يا نور؟ اعمل ايه؟ الولد الجديد مبوظ الدنيا، ومجدي لا سافر ولا سأل. هو مجدي كان هيعمل ايه ولا ايه؟ مش ماسك المكتب مع نور بدالك؟ يظهر ان لازم ارجع الشغل فورا. ليه يا بابا؟ ايه اللي حصل؟ حصل مليون مشكلة مع الولد اللي جابه مجدي، ولولا السفر النهارده الله اعلم كان ايه اللي ممكن يحصل. خلاص يا بابا نغيره، بس ما تضايقش نفسك. الله يمسيك بالخير يا احمد يا ابو النصر. كان يمسك المشروع من دول، ما حسش ان عندي شغل الا لما يخلص. احمد ابو النصر يمسيه بالخير بعد كل اللي عمله. على فكرة يا نور، انا اكتشفت النهارده ان احمد ابو النصر ملوش دعوة اطلاقا باللي حصل. ازاي يا بابا؟ دكتور راغب عرض عليها تفاصيل الموضوع، والعرض المتقدم للجمعية عليه تاريخ أقدم بكتير من سفر أحمد، يعني قبل ما ياخد الملف أو يعرف حاجة عن موضوع الإسكان الفاخر. يعني قصدي حضرتك إن في حد تاني من المكتب هو اللي عمل كده؟ الله أعلم، المهم إنه طلع بريء زي ما كنت متأكد. عشان كده أنا هروح النقابة وأعرف سافر فين وأبعت له كيلي تاني. بالشفا ان شاء الله يا عم حسن. ربنا يخليك يا هندسه. مش هوصيك يا عم حسن على موضوع الاكل، ما تنساش حبات كل يوم الصبح مهمه جدا. ان كان على الحبوب والدواء الله يسترها زهره واخده بالها من الموضوع ده كويس قوي. اما عن حكايه الاكل بقى فالباش مهندس كتر خيره قطع عني المعونة. ازاي بقى؟ فهم الواد فهمي اللي عيفوت لي اللي انا عايزه، ان لو جرالي حاجة عياخدوه في سين وجيم، ومن ساعتها الواد خايف يهوم ناحيتي. خير ما فعلت يا باشمهندس. ها اقول لكم انا بقى، السلام عليكم. ده سلام ورحمة الله وبركاته. مش عاوز حاجة مني أنا قبل ما أمشي يا عم حسن؟ ربنا يخليك يا هندسة، ما يحرمناش منك أبدا يا رب. والله يا باشمهندس ما احنا عارفين هنرد جمايلك دي إزاي. جمايلي يا زهر؟ ما تقوليش كده. السلام عليكم. مع السلامة. باشمهندس. نعم. أنت مش هتتغدى معايا يا باشمهندس؟ لا معلش، لازم اوصل الدكتور وارجع العربيه لعم ابو الخير. عن اذنك. ايه يا بابا بتعمل ايه بس؟ هو حصل ايه عاد؟ لا انا افضل عمري ملزوق في السرير ولا ايه؟ ما انا قدامك زي الحصان اهو. شوف وشك بخير بقى يا باشمهندس. ها خلصت كل اوراقك يا مسعد؟ الحمد لله. بكره الصبح ان شاء الله هنطلع على الاردن، ومن هناك نروح على الكويت بالعربيات برضه. ربنا يوفقك يا مسعد ويطمنا عليك. تعيش يا ابو الذوق، ما يلزمش اي خدمه من الكويت. لا بقى سلم لنا بس على كل الناس اللي هناك. الله يسلمك. بقول ايه يا مسعد؟ تحت امرك يا بيه. لو أمنتك على أمانة ممكن تعملها. رقبتي سدادة يا هندسة. طب ارجع لي بعد 10 دقايق. ماشي. خالي العزيز، من الكويت الشقيق أكتب إليك. لقد قابلتني بعض الصعوبات في بداية رحلتي وعملي، ولكني والحمد لله قد وفقت في عمل جديد في أبو ظبي. سوف أنتقل إليه بعد أيام، ولن أنسى بالطبع أن أبعث إليكم بعنواني من هناك.
سلامي لخالتي أم حمدي وكل من في البلد، ابنك أحمد أبو النصر. ربنا يوفقه يا رب. والله أنا كنت قلقان عليه ومتضايق عشانك يا محمود. والله يا عابد بيه أنا قلت إنه نسينا بقى بعد المرحومة وما عدناش هنشوفه تاني أبدا. أبقى أتصل بقى بفتحي بيه وبلغه لإني كان بيسألني عنه لما كنت عنده هناك. أصله عايزه يرجع الشغل تاني وحاول يدور على عنوانه لكن ما عطرش فيه. زهرة بتقول لحضرتك هي دي كل التحليل عندها. ما قلتليش يا باشمهندس، أنت ناوي تعمل بيهم إيه؟ أنا إن شاء الله أصلي مسافر الفجر على السويس، عندي شغل، فقلت أخدهم معايا أوريهم لدكتور كبير هناك، جايز يكون عنده رأي. بس معبوع ياخد خبر. أنا مش فاهم ليه، هو أنت بتعملي حاجة غلط. أصل عم حسن موت وسمه الدكاترة. أعملي حسابك يا زهرة، لو احتاج لدكاترة أو إنه يدخل المستشفى أنا مش هسيبه. ربنا يستر بقى. وانت فاهم اوعى تسمع كلامه وتلخبط له في الاكل. لا ده انا صاحيه لهم قوي. قولي يا زهر انت مش عاوزه حاجه من السويس؟ عاوزه سلامتك. بقول لحضرتك ايه يا هندسه، ممكن تجيب لي الشريط ده؟ ده انت رايق قوي. لا خلي فلوسك في جيبك، انا يا سيدي هجيبه لك هديه. ربنا يخليك ليا يا هندسه ويقدرنا على رد جمايل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل يا عم الخير. يزيد فضلك يا ابو حميد. انا بلغني انك مسافر السويس الصبح، يا ترى يا احمد لو طلبت منك شويه حاجات صغيره كده للمحل يضايقك ده؟ يضايقني يا عم الخير؟ معقول ده انت تطلب عناية؟ الله يخليك، اصلا يمكن تكون تقيله شويه ولا يمكن تكون انت مش فاضي تروح المكان اللي هقول لك عليه. يا عم ابو الخير انا ماليش حد في الدنيا النهارده بعد ربنا غيرك، وانا بعتبرك زي والدي، ويا ريت لو انت تعتبرني زي ابنك ده اذا ما كانش عندك مانع. عندي مانع والله يا احمد يا ابني، القلوب عند بعضها، وما دام انت بقى اديتني المكانه دي فده اكيد مش هخليك تزعل مني لو اتكلمت معاك. اتكلم يا ابو الخير اتكلم، انا لا يمكن ازعل منك ابدا. يا احمد يا ابني هي الشهامه شيء جميل ومساعدة الناس وارد، محدش يقدر يزعل منه ابدا، بس انت عارف ان احنا هنا بلد صغيرة، ويعني حكاية وعدك عند حسن بتولي كتير، يعني يا احمد يا ريت بلاش منها. يا عم ابو الخير انا كل اللي بحاول اعمله ان انا اقنعه بالعلاج الصحيح مش اكتر، طب ده انا واخد معايا كل التحاليل بتاعته عشان اوريها للدكتور هناك في السويس. والله يا ابني ما انا عارف اقول لك ايه، بس يا ريت يا احمد تخلي بالك من الحكايه دي وتقلل منها. ما تقلقش يا عم ابو الخير من الناحيه دي اطمن خالص. تقدر تفسر الموقف ده يا باشمهندس؟ يا فندم سعادتك طلبت مني مهندس يحل محل احمد وانا جبته لحضرتك بمنتهى السرعه، تبقى ايه غلطتي انا بس؟ يعني عاوز تفهمني ان علاقه الولد ده بمكتب الاصدقاء اللي رشت عليه الشاليهات كان مجرد صدفه؟ طب هتكون ايه اكتر من كده يعني؟ ما تقوله يا بابا اللي حضرتك عرفته. يا باش مهندس يعني بعتبرك زي ابني عشان خاطر ابوك بناء الناس اللي بتستخدمهم لعيبك القذرة. لعيب القذرة؟ انا اسمحش لاي بني ادم في الدنيا يكلمني كده. مش ده اسمك اللي على العقد اللي بين الجمعية ومكتب الاصدقاء؟ انت جبت العقد ده منين؟ طب انا هودي راغب بتاعك ده في 60 داهية لانه مرتاش وبيكشف اسرار الجمعية. اطلع بره مش عاوز اشوف وشك تاني. اتفضل. احسن عقبال املتك جالي مشروع كبير قوي وخدت عمليه جامده قوي في الساحل الغربي. بابا ارجوك يا بابا بلاش انفعال في 60 داهية الشغل والمكتب وكل حاجه. الف مبروك يا باشمهندس. مبروك عليك انت يا معلم. فرق حاجه ساعه بطلع العمال كلها النهارده. ايوه مكتب الحناوي ضرب اكبر ضربه في حياتي. انا اول ما شفت الباشمهندس قلت ان شاء الله الخير اكيد. الله يخليك. الغرابه يا باشمهندس انا اول ما لقيتك اتاخرت شويه في السويس قلت اكيد في حاجه حصلت ولا يمكن يعني رفض الرسومات. اول ما لقيتك راجل راجع لي بعقد جديد
ألف حمد وشكر ليك يا رب. لا وإيه؟ عقد إسكان فاخر، مش أي مساكن وأي كلام. بس اسمع يا معلم، لازم تنزل بأسرع ما يمكن عشان تمضي معهم العقد وتخلص مع الشركة كل حاجة قبل ما يغيروا رأيهم. صراحة يا باشمهندس، أنا أول ما لقيتك عملت رسمين للمشروع قلت أكيد العملية ضاعت منك يا حلاوي. أعوذ بالله يا معلم، ليه؟ أنا برضو مهما كان مكتب مع أولاد صغير، يعني عمارة هنا فيلا هناك، هم عارفين الكلام ده كويس. أنا قلت أكيد هم هياخدوا منك الفكرة ويطلعوا ينفذوها بره. مين ده؟ ده أنا كنت أتربى الدنيا على دماغهم. جدع بك، هو ده برضو العاشر فيك. ربنا يقدرني ويرد جميلك يا معلم حناوي. جميل إيه يا راجل؟ الجميل جميلك أنت. بعدين بقول لك إيه، سيبك بقى من الكلام الفاضي ده، انت دلوقتي تؤمر واحنا علينا التنفيذ. ايوه، شوف عايز تبتدي المشروع امتى وعايز مين معاك. وبالمناسبه انت معاك رخص السواقه؟ الحقيقه لا. لكن بتعرف تسوق برضه؟ اه طبعا. خلاص تبقى نحل، انا اعرف ناس في المرور ان شاء الله يطلعوا لنا الرخصه في نفس اليوم. قلت لي الاسم ايه يا عم بكر؟ المهندس احمد محمد سليم. مهندس احمد محمد سليم. المهندس احمد محمد سليم. المهندس محطة يا فندم. ألف مبروك يا هندسة، عشان تعرف بقى عمك بكر نفوذه هنا يهد الدنيا. أحمد محمد سليم، تمام كده. أغلب الناس يبغوا شكلهم حلو، يبغوا ابتسامة حلوة، فقولي أنا نفسي أبيض أسناني بس أسناني حساسة، إيش أقدر أسوي؟ أنصح باستخدام سنسودان كلينيكال وايت، لأنه فيه مواد مثبتة علمياً إنه هو يبيض الأسنان درجتين وفي نفس الوقت يحميها من الحساسية. أنا أثق في سنسودان كلينيكال وايت. إيش تاكل اللي ما تريد؟ أنت سامع يا سبدراوي؟ طفل اليوم شاب الغد يا سناء. أنت لا تعرفين ابنه عصام. أنا كذاب؟ كان لابد أن تعتذري عن العملية. عندي معلومات تقول إنك ترفض أن تجري له العملية. يا مؤاخذة يا أستاذ، يبدو أنك لا تريد أن تدفع الأجرة. كيف أتركه؟ أنت لم تعرفي ماذا حدث. أنا لن أذهب هذا النادي مرة ثانية. كفى كذبا، كفى. هذه إهانة. كل عمل يا سيادة المدير له أصول وقواعد تحكمه. أخيراً وقبل أن تتسرع أصبحت تفكر. بسم الله الرحمن الرحيم، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. الرحلة يومياً الخامسة مساءً على قناة ذكريات. يسعد لي مساكم على الحلو، بما أني أنا نقيب المتضررين من الغزل ومن الحب. هالدرس ما له لزوم، علميني كلام عاطفي. اليوم راح نقدم الممثلة والأميرة هند أبي اللمع الإنسانية. أحسن شيء. مساء الخير. وين كنتي لهلا؟ شو هالعبسة؟ وين كنتي لهلا؟ أنا مواليد 36. 36 يعني 79، يعني 23 سنة. صح مظبوط، شكرا. وبقلا ذكريني 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 ذكريني. ساعة وغنية الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. أربعة طحينة
طحينة واتنين رز واحد بطاطس. لما الاطباق فاضي ما عنديش كفاية. التجارة الراجل اللي حاسب معايا يابا عارفة كده يا فهمي؟ روح انت استريح شوية انت الصبح شغال. خلصونا بقى فهمي، طلع اربع عشاي للوسطى مرزوق وما تاخدش منه فلوس يا ولدي. حاضر يا عم حسن. قول له دول على حساب عمك حسن. السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام يا باشمهندس. نورت يا باشمهندس، جبت الاماره؟ اتفضل يا سيدي، ثلاث شرايط اهو من شريط واحد. الله ينور. كمل تحضير الطلبات يا فهمي على ما اشوف الباشمهندس عمل ايه. اولي انا مش هينفع اتكلم معاك هنا، هستناك يا عم عمر بخير في المحل. وهنا ما ينفعش ليه؟ انا بس خايف لما يسمع حاجه. حاجه؟ هو الدكتور قال لك ايه؟ الحقيقه الدكتور قال لي انه لازم يدخل المستشفى يعمل تحاليل جديده لتحليل معادي تحاليل قديمه. يا سلام، وده بقى الكلام اللي انت خايف ناويها يسمعه؟ لا انا بس كنت عايز اتكلم معاك انت وعم بخير نشوف حل نغمه بيه عم حسن يدخل بيه المستشفى. انا موافقه على اي حاجه اقولها عم بخير من غير ما اروح ولاك. يلا يا فهمي حضر الطلبات، الناس جعانه والمطعم لوحده. عامل ايه دلوقتي يا الحمد لله الحمد لله، كلها شويه وهقوم اشوف شغلي. بقول ايه يابا، انا شايفه يعني ان صحتك ما بقتش تستحمل الشغلانه دي، وانا كمان كرهتها وكرهت بهدلتها. بهدلتها؟ بهدلت ايه؟ ايه يا زهرة، حد مسك بكلمة ليها؟ لا يابا مش قصدي، انا بقول يعني لو نشوف حد يقف في المطبخ وخليني انا معك اشوف طلباتك. ابا ما قلت لك الكلام ده زمان وانت اللي ما رضياش واصل. طب اقول لك على فكرة تانية، تيجي نبيع المطعم ونرجع بلدنا؟ مش انت كنت دايما تقول انك نفسك ترجع البلد وتشتري ارض هناك؟ طب ولما اخوك عبد الله يرجع وما يلاقيناش؟ يوه يبقى يدور علينا بقى لو عاوزنا يابا. جرى ايه يا زهرة يا بنتي؟ مالك النهارده؟ هعمل ايه بس يابا؟ ما انا شايفاك راقد عيان قدام عيني وانا مش قادر اعمل اي حاجه لوحدي. ومين قال ان انا تعبان وعيان؟ مين قال كده؟ انا هقوم اروح الشغل. يلا بينا نروح الشغل يا بنتي، ومن بكرة هدور على واحد يقف معاي في المطبخ بدالك. الباشمهندس فتحي طلب مني ابعت الجواب ده برضو، بس انا قلت اوريه لحضرتك قبل ما ابعته، يمكن تقدري تعملي حاجة. باشمهندس جلال عنده فكرة عن الموضوع ده؟ موضوع ايه؟ اتفضل. ده رابع اعتذار خلال شهرين. للأسف والله يا بنتي حاولت معاه مفيش فايدة. وداد ما تبعتيش الجواب ده لغاية ما أقولك، ولو فتحي بيزعل أقولك هاتي الجواب ده وأنا هدخل لبابا أشوف لي معاه حل. لا ما أقدرش. ما تخافيش، انا هقوله ان انا شفته على مكتبك وانت بتكتبيه على الاله الكتب. هاتي يا مصيبتي، ده لو فتحي بيه عرف هيطربق الدنيا. ما هي مطربقه لوحدها. صحيح حضرتك اعتذرت عن تنفيذ عمليه نادي القمر؟ ايوه يا نور. ليه يا بابا؟ هما مش قبلوا الرسومات بتاعه مكتبنا والعطا رسي على حضرتك؟ دي عملية كبيرة وما عنديش صحة بشرها دلوقتي. يبشرها المهندس جلال، قدامه حاجة بسيطة قوي ويسلم المشروع اللي في ايده. أرجوك يا نور، أنا مش عاوز أدخل في أي عملية كبيرة دلوقتي،
كفاية عمارة الهرم وبعدين ربنا يحلها. طب ايه رأي حضرتك نخرج النهاردة نتغدى برا انا وانت وبس؟ يا عاوز امك تهد الدنيا؟ امي بتتغدى عند اختها النهاردة ولا انت ناسي؟ والله ما انا فاكر حاجة ابدا يا نور. خلاص انا هروح اخلص اللي في ايدي وننزل على طول. عمك حسن تعبان ورايح اوديه المستشفى. طب استنى هطلع البس واجي معاك. طب بسرعه يا احمد، لحسن زهره بتقول انه تعبان قوي. استر يا رب. مش كده يا مهند زهره كفايه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط يا زهره؟ والله ما انا عارفه يا عم ابو الخير. هو كان عمال يبدوكم قاعد معاكم زي الفل، وبعد ما مشيتوا دخل نام شوية كده وسمعت دوشة، رحت أطل عليه لقيته عمال يتلوى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. أنا مش قلت لك يا زهرة أبوك لازم يعمل عملية الحصوة دي؟ هو حينقيها منين ولا منين؟ يا دكتور ده بقى له أكتر من سنة ما جالوش المغص ده. عموما هو فاق دلوقتي، وبكرة الصبح إن شاء الله هيبقى كويس. أدخل أشوف. طيب بس ما تطوليش. كده هو انت ما تعرفش ولا ايه يا باشمهندس؟ اما حسن تعبان بالكلى الشمال من زمان وشايل جزء منه، من حوالي سنه عمل اشعه ملونه اكتشفنا ان في حصوه بتتكون في الكلى اليمنى. حاولت معاه المستحيل عشان يعمل عمليه، لكن هو مقتنع بالوصفات البلدي اكتر. وصفات البلدي؟ الوصفات البلدي دي بقى هي اللي ضيعت امي قدام عينيا. الحقيقه هو ارتاح على الاعشاب اللي كان بياخدها. عموما انا هعمل له شويه تحاليل وربنا يسهل. الله الله، ده احنا خدنا على الكسل بقى. ايه ده؟ انت لسه ما رحتيش الكليه؟ لسه بدري، المحاضرات بتاعتي مش قبل الساعه 1 الظهر. انا لبست من بدري علشان اروح مع حضرتك المكتب الاول. لا انا مش رايح. ما تعطليش نفسك وما تشغليش بالك بالمكتب. ازاي بقى؟ امال مين اللي يشغل باله؟ جلال هناك شايف كل حاجه، وبعدين الشغل دلوقتي بقى بسيط مش محتاج 20 نفر. طب ليه حضرتك مش عايز تعمل اعلان في الجرايد؟ نجيب مهندس ولا اتنين كمان ويرجع المكتب يشتغل زي الاول. أنا موصي يا ناس حبايبي وربنا يسهل. وبعدين إحنا مش محتاجين لدرجة إن أهلك صحتي وأنا تعبان. تنقصك حاجة يا نور؟ بصراحة ناقصني. ناقصك إيه؟ ناقصني فتح أبو طالب، المهندس الناجح اللي كنا بنبوس إيديه علشان يقعد شوية في البيت يستريح وهو تعبان وكان بيرفض. ناقصني فتح أبو طالب اللي طول عمري بتفرج عليه وهو بيخوض المعارك وعمره ما استسلم للهزيمة أبدا. أنت مكبر الموضوع كده ليه؟ حكاية بساطة إن بعيد تخطيط شغل المكتب من أول وجديد لا أكتر ولا أقل. طب ليه مش عايز تدخل أي عملية كبيرة بتجيلك؟ أنت صدقت يا بنتي إنك كبرت ولا إيه؟ لا ده لسه بدري قوي على ما تحاسبيني وتحاكميني. أنا مش بحاسبك يا بابا، أنا خايفة عليك. مش قادرة أصدق إنك تسيب مكتبك وتسيب شغلك وتقعد في البيت بالشكل ده. أقعد يا نور. أنت فعلاً لازم تعرفي كل حاجة، لأن في يوم من الأيام هتبقي صاحبة كل ده. هو أنا يا بابا بقول لك أرجوكي أرجوكي ما تناقشنيش. أنا فعلاً خايف أدخل في أي عملية كبيرة دلوقتي، لأني زي ما سبق وقلت لك أنا كنت عامل حسابي على مشروع الساحل الغربي ومشروع الغردقة، بالإضافة لأن صحتي بقى لها أكتر من سنة
مش مساعداني على الشغل زي ما انا عايز، لكن بعد ما راح المشروعين مني في وقت واحد حسيت بخوف، لان زي ما المغامرات انتهى مع بداية مرضي فقررت احافظ على كل قرش عشان لو جرالي حاجة ما تحتاجيش انتي وامك لحد من بعدي. انا مش فاهمة، تبطل شغل علشان احنا ما نحتاجش؟ طب ازاي؟ لاني لو دخلت في اي عملية جديدة وما قدرتش اسلمها بسبب مرضي هتبلع كل شيء ويمكن كمان اطلع مديون. بابا انا مش موافقة على الكلام ده. توافقي ما توافقيش مش وقت المناقشة دلوقتي، اتفضلي روحي كليتك، فاضل على امتحانك اسبوعين. اوعى اشوفك في المكتب الا بعد ما تخلصي امتحانات، مفهوم؟ انا لا يمكن اوافق على حاجة زي دي. ارجوك يا باشمهندس تفهمني، بابا ما يقدرش يقعد من غير شغل، انا هتحمل مسؤولية كاملة. انا كل اللي طالباه منك انك تجهز لي رسومات وانا هعمل الباقي. هي مسألة رسومات يا بنتي؟ دي مسؤولية خطيرة جدا، عاوزة متابعة وعاوزة مصاريف وعاوزة بلاوي. اذا كان على الفلوس ما تشغلش بالك، انا معايا توكيل من بابا ممكن اصرف اي مبالغ من البنك زي ما انا عايزة، واذا كان على المتابعة هات العدد اللي انت عايزه من الموظفين. وهنعمل كل ده من غير ما فتحي بيه يعرف؟ انا عايزة احطه قدام الامر الواقع علشان ينزل المكتب ويرجع يشتغل تاني، ده الحل الوحيد علشان يخرج من حالة الاكتئاب اللي هو فيها. طب ما نقعد معاها انا وانت قاعده كده ونحاول نقنعه بالراحة يمكن يوافق. يا باش مهندس ارجوك سيبني اتصرف في الموضوع ده بطريقتي الخاصة. يلزمك وقت قد ايه عشان تخلص الرسومات دي؟ يعني مش اقل من اسبوعين ثلاثة، لان بصراحة انا معرفش اي حاجة عن المشروع. وداد هتجيب لك كل الورق بالكامل، ادرسه على مهلك وابتدي فورا في الرسم، وانا هجيب لك حد يساعدك. طب والعقد مين هيوقعه؟ ان شاء الله انا بكرة هروح بنفسي واخلص كل الموضوع. ازيك يا عم ابو الخير؟ اهلا يا باشمهندس، اجيب لك شاي؟ لا شكرا، ده ما روحتش لعم حسن في المستشفى ليه النهارده؟ اه هما مش قالوا انه هيروح النهارده؟ هما مين دول اللي قالوا؟ انا اصلي النهارده الصبح رحت المطعم اطمن على زهره تكون عاوزه حاجه كده ولا كده، الواد فهمي قال ان في جماعه بلديات عمك حسن راحوا يجيبوه من المستشفى. هو ده المفروض كان يحصل، بس الدكتور بقى مصمم انه يعمل له شويه تحاليل. مع ان عمك حسن كان حكى لي انه مشي على علاج اداه لواحد من المنطقه هنا، واظن الحصوه نزلت. الدكتور بيقول ان جسمه مليان املاح والاملاح دي بتعمل حصاوي، ده لسه شايل حصوه من الكليه الشمال جات له واحده في اليمين. على كل حال اذا الدكتور صمم انه يعمل له اشعه بالالوان انا هبقى اخد السويس عشان يعملها له. شوف يا احمد، انت طبعا كتر الف خيرك انك مهتم بالراجل بالشكل ده، بس انا من رايي ان كفايه قوي لحد كده، وشوف انت بقى شغلك. يا عم ابو الخير انا عاوزك تطمن خالص، اذا كنت انت فاكر ان انا بعمل كده عشان خاطر زهره تبقى ما فهمتنيش. كل ما في الامر ان عم حسن هيروح المستشفى مش هلاقي حد يرجعه، لكن انا بقى عندي عربيه واقدر اتحرك بسهوله. عموما يا احمد يا ابني انا قلت لك على رايي، فكر فيه براحتك وانت حر. الراجل ده يهمك يا باشمهندس؟ اه طبعا. انا هكلمك بصراحه، المستشفى هنا اقرب لمركز اسعاف، يعني يا دوبك تستقبل الحالات البسيطه، وعم حسن محتاج أشعة ملونة ويستحسن أشعة مقطعية، وده للأسف مش متوفر هنا. طب أرجوك ما تجيب لهم السيرة، وأنا هقول للعم أبو الخير عشان يتصرف. مع السلامة يا باشمهندس. شكرا يا رب. دكتور أنا ماشية بقى. على طول كده؟ طيب الباشمهندس أحمد جاب التحليل دي، يا ريت تحافظ عليه. احمد امتى؟ دلوقتي حالا ويا دوبك ماشي. حالا؟ على مهلك يا ابو. على مهلك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا بنتي، نورت بيتك يا عم حسن. الله يخليك يا وحاتي، مشتاق قوي 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 قوي
والله ما انسالك وقفتك معاي دي طول العمر. عيب يا راجل ما تقولش كده، ده احنا برضو اهل وبلديات. ها مش هيلزمك حاجه تانية؟ هيلزم ليه تاني عاد؟ يلا انت روح شوف شغلك. روح روح انت يا معاطي، انا هدخل معاه لغايه جوه. طيب السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حمد لله على السلامه يا عم حسن، نورت الدنيا كلها. مشتكر قوي الله يخليك يا فهمي. الواد فهمي ده طلع راجل بصحيح، شال القهوه شيل وانت غايب يا حسن. يلا بينا على مين. مجدي بيه صحي ولا لسه؟ طب قول صباح الخير الاول. ومنين هيجي الخير والبي نايم جوه مش حاسس بحاجه من اللي بتدور حواليه؟ معلش اصله هو كان سهران شويه ليله امبارح. سهران؟ طب روح طحيه يا فراج، روح انا مش فاضي للدلع ده. طب تشرب شاي ولا قهوه الاول؟ يا سيدي انا لا عاوز شاي ولا عاوز قهوه، انا عايز اشوف البيه اللي نايم جوه ده واتكلم معاه كلمتين واتكل على الله اشوف اكل عيشي. حاضر حاضر لحظه واحده. يا باشمهندس مجدي، يا مجدي بيه، باشمهندس مجدي، يا مجدي بيه، مجدي بيه. كم مرة قلت لك ما تدخلش عليها ولا تصحيني لأي سبب من الأسباب؟ كم مرة؟ عدم المؤاخذة بيه، أصل الباشمهندس أيوب بره وعايزك ضروري. وما قلتلوش نايم ليه يا غبي؟ ما أنا قلت له يا بيه، قال لي خش صحيه. تصحيني ليه؟ بشتغل عند أبوه أنا. نعم يا سيوب خير؟ الدنيا خلاص خربت ولا حاجه؟ على وشك يا استاذ، حضرتك ما سافرتش اسكندريه ليه؟ بقول لك ايه يا ايوب، انا من اول يوم اتفقت معاكم ونفذت اتفاقي، دفعت لكم تامين دخول العطف واللي ماشيكم حبه حلوين قوي، مش فاهم بقى ايه المطلوب مني تاني يا مجد؟ انت شريك معانا، يعني مش معقول احنا نتحرق في الشغل وجنابك نايم مش حاسس بحاجه؟ يا حبيبي انا ما ضحكتش على حد، انا من اول يوم قلت لكم بهدله في مواقع العمل انا ما بحبش، وكل الخطوات الاداريه عملتها معاكم والتنفيذ عليكم بقى، مش ده كفانا؟ ايوه بس احنا النهارده محتاجين لك معانا لان الشغل دخل في الجد. يا سيدي روحوا هاتوا ان شاء الله 20 واحد يتابعوا معاكم. وانت ما تنزلش تشوف شغلك ليه؟ على رجليك نقش الحنه؟ بقول لك يا ايوب انا ما نمتش 3 ساعات على بعض وما عنديش استعداد للجدل بتاعك ده. طب يا مجدي بيه انا بقى هريح لك دماغك على الاخر، الفلوس اللي حضرتك دفعتها هترجع لك، وكل واحد بقى يشوف مصلحته وبطريقته. نعم يا اخويا، نعم يا حبيبي، اجيب لكم المشروع مطبوخ وجاهز وعايزين تاكلوه لوحدكم. يبقى شوف حضرتك عاوز كام، عرقك زي اي سمسار واحنا نبعتهولك وفوق منه بوسه. استنى بس يا باشمهندس اشرب شاي. ليه كده بس يا باشمهندس مجدي؟ في 60 داهيه انا داخل انام ومش عايز اي قلق من اي نوع، مفهوم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه العوض ومنه العوض. بصراحة كده يا سعادة البيه أنا شايف إنني ما عادش ليا أيوتا لازمة هناك، ده لا بياكل في البيت ولا حتى بيقعد فيه، ده غير إيه يا علي؟ أنت شوف يا سعادة البيه، أنا واكل في بيتكم عيش وملح وربنا وحده هو اللي يعلم معزتكم عندي قد إيه، وبصراحة بقى كل شيء بيزيد عن حده بينقلب لضده، وأنا مش راجع مصر تاني يا بيه.
ما دام معايا القمر مالي ومال النجوم مالي ومال السهر مالي ومال النجوم راحت وقالت ارتجي عند ديومه وغيابها طول وانا في رجالها ابشر من عيوني الثنتين اثنك تلقى مطالبها ابشر من عيوني. ذكريات منوعة الجمعة 11 مساء على قناة ذكريات. فلتتدافع الرايات وليتواصل الزحف المقدس. فإذا احتاج الحق سيوفنا كنا خير المقاتلين. عبد الرحمن الغافقين بنفسه. أما رهن بشارتك يا سيدتي؟ برح بي الشوق إليك يا أبتاه. طب لكم جميعا. لقد ولى زمن الراحة يا باسل. سنبيت الليلة في بوردون بإذن الله. وضعوا رؤوسكم فوق أيديكم نزيح الخصة بإذن الله. عبد الرحمن الغافقي يوميا 6:30 مساء على قناة ذكريات. الدين هو علم بالله، لأن الجسم إذا زرعت فيه حاجة غريبة هو في جهاز مناعي جوه الجسم يرفضها على طول. ربنا ضرب لنا مثلا نشوفه بعينينا عن الحياة وهي بتطلع بعد الموت. في متركب صيانة جوه المخ تصلح جميع هذه الأخطاء تلقائيا. الإنسان العربي الجديد اللي بيجمع في نفسه بين العلم وبين الإيمان. العلم والإيمان السبت 11 مساء على قناة ذكريات. والله يا زين ما عملت يا واد يا جنيدي، برضك الوحده مره يا ولد. ما تبعت تجيب مرتك والعيال يا معاطي؟ بعت لها يا عم حسن، ما رضتش تيجي. ما رضتش تيجي ليه بقى؟ بتقول ما تقدرش تسيب امها واخواتها بعد سفر ابوها واخوها الكبير. يعني ما تقدرش تسيب امها واخواتها وتسيب جوزها؟ بشرع مين ده؟ قلت لها الكلام ده يا عم حسن، بس امها بقى مجويها علي حبتين، بتقول لها ماني جوزي مسافر بقاله سنتين وما اتحركتش من داري. ايه بس جوزها دي مسافر بره مصر، لكن انت تقدر تعمل بيت صغير زي جنيدي وتلم فيه لحمك والعيال ولاها جنيدي؟ انا قلت اللي عندي يا تيجي معايا هني يا هتجوز من هني. وطبعا هي ما تنتهاش يا ولد، حكم ما يكسرش عين الحرمه إلا الضرة. قبل ما كمل الكلام كانت هي والعيال واقفين على السكة والشنطة معاهم. بقول لك ايه، ما تحاول تجرب الوصفة دي يا معاطي. يا عم حسن، يا عم حسن بندي حمله خفيف، هم عينين ما فيش غيرهم، لكن انا عندي خمسة هربيهم ازاي؟ جرايها ولد، وانا اقول لك ارميهم ولا ايه؟ انا اقول لك هددها بس. الحمد لله بالسلامة يا باشمهندس. الله يسلمك يا فهد. يعني بقالك 3 أيام ما جيتش. يعني كنت مشغول شوية، المهم هتوكلني إيه؟ النهاردة عاملين دنيا، إنما إيه؟ تاكل صبعك وراها. عظيم، الحقني بيها بقى لحسن، أنا خلاص هموت من الجوع. حمامة. مساء الخير يا باشمهندس. أهلا يا دكتور، اتفضل. أنا سألت عليك في البيت، عم أبو الخير قال لي تلاقيه أكيد عند عم حسن. يعني اكيد انا بقالي 3 أيام ما بجيش هنا. المهم تاخد ايه؟ لا انا جاي اخدك نسهر في نادي المحافظه، قاعده نظيفه وناس محترمه، اللي قعدنا كده في وسط العمال. ومالهم العمال؟ يعني
المهم يا فهمي. نعم يا هندسة. الغي طلب البشمهندس يا فهمي. قوم بينا يا باشمهندس، ده انت هتتبسط هناك قوي، ده المشوار يا دوبك نص ساعة مش أكتر بالعربية. خلاص يا فهمي، خليها مرة تانية. الغي طلب الباشمهندس احمد. ليه؟ اصل الدكتور مراد جه وخده على نادي المحافظه. يو ومالك زعلان كده؟ اصل انا عارف ان المكان هناك هيعجبه ومش هيرجع عندنا تاني. براحته، الرزق على الله. يلا ودي شايل المعلم صبر واللي معاه. هم شويه. شكرا يا عم ابو الخير. مع السلامة. الله يسلمك. صباح الخير يا عم ابو الخير. اهلا يا زهرة، صباح الفل. يعني يا اختي مبدرة قوي النهاردة. الرز اللي عندي خلص، قلت الحق اجيب رز قبل الغدا. ما بعتيش الواد فهمي ليه؟ بدل ما اسيب ابوك لوحده يا زهرة، دي ساعة فطار وزحمة وابوك لسه تعبان. ما انا حضرت كل حاجة هناك، وقلت اجيب حاجتي بنفسي احسن. صباح الخير. صباح النور. ها زي عم حسن النهارده يا زهر؟ ايه انت ما شفتوش امبارح ولا ايه؟ الحقيقه الدكتور مراد عدى عليا ورحنا نادي المحافظه. الله يسامحه بقى، طير مننا زبون. احنا نقدر نستغنى عنكم برضه يا زهره؟ طب يلا يا احمد، يلا روح انت على شغلك لحسن، انت اتاخرت في النوم النهارده قوي. زهره الحقيقه يا زهره، عم حسن تعب قوي وودوه المستشفى. طب سبتي؟ استني يا زهره انا هوصلك. لا 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 خليك انت عامل خير، انا هوصلها. يلا فهد. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلام ده ما ينفعش يا زهر. أبوك لازم يروح يعمل الأشعة اللي اتفقنا عليها عشان يحددوا ميعاد العملية. طب والأشعة دي بقى هيعملها فين؟ للأسف ما ينفعش هنا في شرم الشيخ، لازم يسافر السويس. خلاص نسافر دلوقتي حالا. محتارة يا عم ابو الخير، مش عارفة افضل هنا معاه ولا ارجع عشان اروح البيت والقهوة. انت ترجعي تشوفي حالك يا زهرة، وانا هفضل قاعد هنا مع عم حسن. طب والله كلام معاكي صح، لانك انت مش هتقدري تباتي معاه في الاوضة، وفي نفس الوقت مش معقول تفضلي قاعدة كده لوحدك. مش حكي لي قلبي اسيبه لوحده، المسافة بعيدة، انا مش هقدر اجي ازوره ولا اطل عليه. يا زهرة الحكاية كلها ثلاث أيام، وعم حسن يرجع بالسلامة إن شاء الله. أنا من رأيي إنك أنت ترجع مع عم بالخير، وأنا عندي شغل هنا أخلصه وأجيب عم حسن وأرجع ومعايا مع عاطف. أهو ده الكلام المظبوط بقى، أهو ده عين العقل يا أحمد. شفتي؟ ما هو مش معقول هتفضلي قاعدة كده لوحدك يا زهرة. وهو يعني أنا هناك ليا مين؟ وأنا برضو لوحدي. السلام عليكم يا فهمي. يا ابني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفت عمال زهرة؟ معلش خش ندهني من جوه بسرعة. حاضر. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. استغفر الله العظيم من كل ذنب العظيم. أهلا يا عم أبو الخير. اهلا بيك يا زهره. ليه يا بنتي قفلت المطعم؟ وافتح ازاي وابويا مش هنا؟ انا ما اقدرش اطلع وسط الرجاله ولا حاسبهم. عندك حق، عداك العيب يا زهره، بس برضو انتوا دلوقتي محتاجين مصاريف يا زهره.
ابويا ان شاء الله جاي بكره نبقى نفتح تاني. وانت فكرك يعني ابوك هيقدر يقف تاني في القهوه على الاقل دلوقتي يا زهره؟ اهو برضو يبقى نفسه معانا، يبقى هو بقى يحاسب الرجاله ويبقى يشوف حد يحاسبهم. ومين بس اللي قال اني ما بعرفش احاسب؟ الحكايه مش حكايه حساب بس يا فهمي، دي حكايه متشبكه قوي. زهره عندها حق يا فهمي يا ابني، بكره لما يرجع حسن تبقى تفتح ونشوف حد يساعدك. ولا معاط. بقول لك ايه يا غالي، ما دام بقوا يغسلوا الكلاوي ما تزعل، يمكن يكونوا اخترعوا طريقه يغسلوا لك بقى مخ مراتك، لا تتوافق وتجيلك تقعد معاك هناك. لا غسل ولا مكوي، انا خلاص شلت من دماغي الموضوع ده خالص. ايه دي؟ ايه اللي شلته ده يا غالي؟ انت اتجننت ولا ايه؟ دول على حد جولك خمس عيال، خمسه في عين العدو. غالي شد حيلك انت بس، وباذن الله كده اللي فيه الخير هيعمله ربنا يا رب. ها ازيك النهارده بقى يا معلم؟ اهلا يا باشمهندس، الحمد لله نحمده ونشكر فضله، تعبناك قوي معانا، بس انا مش هنسالك الجميل ده ابدا. الجميل اللي تردهولي انك تسمع كلام الدكاتره وتمشي على علاج صح لغايه لما تدخل تعمل عمليه. احنا راجعين بكره باذن الله، وعلى الله بقى يلعب بدونه كده ولا كده في الاكل ولا العلاج. اهلا 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 يا حسن. اهلا يا راجل، نورت بلدك. اهلا وسهلا، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا راجل يا طيب. زهرة عرفت انك جيت؟ لا لسه، ابو المعطي راح يقول لها. يقول لها؟ طب ما كان حسن روح على بيته احسن عشان يستريح. لا عم حسن هينام في شقتي مع زهرة، وانا هنام في الموقع. بتقول ايه؟ والله ما له لازم الكلام ده يا باشمهندس، انا خلاص بقيت عالي العاله. كراي يا عم حسن، احنا مش اتفقنا وخلاص؟ يلا بقى لحسن معلم حناوي، زمانه قلقان جدا. طب بقول لك ايه يا احمد، وصل انت حسن وانا مستنيك هنا. يلا يا عم حسن. على مهلك. عارف انك انت قلقان يا عم ابو الخير، بس صدقني الراجل تعبان قوي، واي مجهود هيعمله هيروح فيها. طب ما ينام في بيته. ينام في بيته ايه؟ يومين ثلاثه وهتلاقيه نزل وراح القهوه من جديد وقعد مع اصحابه، وشويه شويه هيرجع الشغل. لكن هنا برضه هو تحت رعايته، وكمان 10 ايام هيروح السويس يعمل كشف وبعدين يرجع بيته. والله يا احمد ما انا عارف اقول لك ايه. ايه يا عم ابو الخير؟ انت مش واثق فيا ولا ايه؟ لا مش القصد، بس برضه انت عندك حق يا احمد، حسن لا يمكن هينام في سيره. المهم بقى عليك انت بقى انك تقنع بنته بالحكايه دي، وده احسن حل. هي اي نعم هتتعب شويه من مروحها القهوه وترجع هنا. والله البنت قفلت القهوه من يوم ابوها مسافر. قفلتها؟ قفلتها ليه؟ يعني انت عارف انها لوحدها ومش هتقدر على شغل القهوه، والزباين القهوه كلهم سواقين وعمال، يعني ما يصحش برضه. طب هو هيعيشوا منين؟ إيه؟ ربنا يتولاهم برحمته بقى يا احمد. طيب يا عم ابو الخير، انا هطلع اجيب حاجتي وانت بقى بكلمها. ربنا يقدرك على فعل الخير دايما يا احمد، انت راجل شهم وثبت حقيقي انك ابن ناس طيبين. طب ولو حلفت لك ان ما اتحركش من السرير واصل، برضك ما هتسيبنيش اروح؟ طب ولو حلفت لك انا بقى ان انا اليومين دول لازم انام في الموقع؟ اباي بس القهوه والبيت عليك فيهم ولا ايه يعني؟ ما تشيلش هم انت اليومين دول في حاجه ابدا، ان شاء الله كلها كام يوم وكل حاجه ترجع احسن من الاول يا رب. طب والباش مهندس ذنبه ايه عشان يسيب بيته ويروح ينام في الطال؟ الناس لبعضيها يا زهرة،
وعلى العموم هو قال انه كده كده حينام في الموقع الاسبوع ده كله عشان يقدر يباشر شغل. طب وانا لما اقفل القهوه المده دي كلها اصرف منين؟ ده انا كل اللي معايا ما يكملش الالف جنيه، بجيب بيهم طلبات للقهوه والمطعم، لما يخلصوا اعمل ايه؟ استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم. ما تقلقيش يا زهر، ربنا موجود يا بنتي، وعلى العموم احنا هنا كلنا اهل مع بعض. يا عم ابو الخير انا مش عيل صغير، انا اقدر اشغل القهوه لوحدي، وبعدين يعني مش لازم دلوقتي المطعم. وماله يا فهمي، وهو نبقى نجيب حد يساعدك، ايه رايك انت يا زهره؟ طب والله انا موافقه يا فهمي، وانا مش حسيبك، حبقى اطل عليك. خليها على الله يا زهره. ونعم بالله. وتفتكر يا باشمهندس هتقدر تسلم حسب الميعاد المكتوب في العقد ده؟ ان شاء الله يا معلم. انا شخصيا خلاص سبت البيت وحنام في الموقع، لاني ناوي اشتغل ورادي الليل نهار على الاقل الشهرين الاولانيين. وانا جاهز وتحت امرك في اي طلبات تطلبها واي عدد عمال انت عايزه. الله يخليك يا معلم، بس انا بقى كنت عاوز اتكلم معاك في موضوع تاني. تحت امرك. انا امبارح قريت عن مناقصه في الكورنيش. اسمع يا سيدي. عملية ترميم بعض مباني هيئة النقل العام وتجديد المحطة الرئيسية مع إضافة وحدات جديدة. وريني كده. الله، دي وحيدة هنا بيننا وبينها ما فيش 40 كيلو. أنا شخصيا شايف إنها عملية صغيرة ومن الصعب إن شركة جديدة تدخل فيها، فإيه رأيك أنت بقى يا معلم؟ الرأي رأيك أنت يا ويس السعد. الله يخليك يا معلم، بس انا شايف ان المناقصه لسه مفتوحه لمده شهر، يعني التنفيذ مش هيتم قبل 6 اشهر على الاقل، ونكون باذن الله عدينا مرحله الخطر في الشغل بتاعنا وفضينا للجديد. الله ينور يا معلم، مبروك عليك باذن الله. ابعتي لي المهندس جلال وهاتي لي الورق اللي انا قلت لك عليه. حاضر يا خير يا نور. اتفضل استريح يا باشمهندس. المهندسه ليه يا عبد المقصود وصلت يا فندم. خليها تدخل حالا. حاضر يا فندم. اتفضلي يا باشمهندس. صباح الخير. اهلا وسهلا. ازيك يا ليلى؟ اقدم لك الباشمهندس جلال اللي انا كلمتك عنه. الباشمهندسه ليلى عبد المقصود، مهندسة ومتخرجة من 7 سنين، بس الجواز عطلها شوية، بقالها سنة ونص قاعدة في البيت. أهلا أهلا. على فكرة نور كانت خايفة إنك ترفضي. الحقيقة مش عارفة هي أثرت عليا إزاي، لكن الظروف دلوقتي بقت كويسة قوي، خصوصا بقى ابني عنده 2 سنين، وبيني وبينك حماتي قاعدة معايا، موفرة عليا كل حاجة. اتفضلي 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 يا باشمهندس. شوف المناقصة دي كده. شرم الشيخ. طب وايه المانع؟ بس دي عملية صغيرة قوي بالنسبة يعني لموقعها. ما هي دي الميزة اللي فيها، لاني ما اعتقدش ان الشركات الكبيرة ممكن تدخلها، وبالتالي المنافسة عليها مش هتبقى قوية. ترميم بعض مباني هيئة النقل العام والمحطة الرئيسية مع اضافة وحدات جديدة، عملية ما تجيبش حقها بالنسبة لموقعها. مش مهم المكاسب، المهم ان احنا نفتح مجال جديد لمكتبنا هناك. بابا طول عمره يقول لي المستقبل المعمار في المنطقه دي. احنا نعمل دراسه جدوى للمشروع وعلى اساسه نشوف ندخل المناقصه ولا لا. باذن الله هندخلها. اهلا اهلا عم ابو الخير. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل. الله يسامحك بقى يا احمد. ايه في ايه؟ مالك عم ابو الخير؟ صدق وتؤمن بالله لا اله الا الله، انا لا نمت ولا عيني غمضت طول الليل امبارح بسببك. بسببي انا؟ ليه خير؟ بقى يا راجل تسيب بيتك وفرشتك لناس محتاجين المروق، واحنا نسيبك تبات في الطل بالشكل ده؟ يا راجل خضتني، انا افتكرتك زعلان مني بجد. اسمع يا احمد، انت تلم عزالك وتيجي تقعد معايا في شقتي، انا عندي اوضتين نوم. صدقني يا عم بالخير، صدقني انا ما اقدرش. هي كلمه يا احمد، ما هو يا اما انت تيجي تقعد معايا في شقتي يا اما انا هلم عزالي واجي اقعد معاك في الطل هنا. قلت ايه؟